10 من اون لايف، اهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز السعود، تناولها فيه سبل تعزيز العلاقات الثنائيه بين البلدين، فضلا عن الاستمرار في التعاون في مجال مكافحه الارهاب والتاكيد على خصوصيه العلاقات المصريه السعوديه وتميزها على مختلف المستويات. كما تم خلال الاتصال استعراض المستجدات المتعلقه بعدد من القضايا الاقليميه ذات الاهتمام المشترك، على راسها تنسيق الجهود من اجل التصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن. نشر موقع وزارة الدفاع لقطات حية جديدة للقضاء على باقي العناصر الإرهابية الهاربة بمنطقة العمليات بطريق الواحات. استكمالا للعملية العسكرية الأمنية المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لاستهداف العناصر الإرهابية المتورطة في القيام بعملية الواحات الأخيرة، واستمرارا للجهود المبذولة لملاحقة العناصر الفارة من الضربة الجوية التي نفذت أمس، قامت القوات الجوية بالتعاون مع قوات الصاعقة والشرطة بحصر وتثبيت وتتبع المجموعة الإرهابية الهاربة بالمنطقة الصحراوية الواقعة غرب مدينة الفيوم، وتنفيذ هجمة جوية دقيقة أسفرت عن القضاء على جميع العناصر الإرهابية المتواجدة بمنطقة الحرب. فيما تواصل المجموعات القتالية مدعومة بغطاء جوي تمشيط الدروب الصحراوية في محيط العملية. بعد 13 يوما على عملياتهم الغادرة بحق رجال الشرطة الذين استهدفوهم بالأسلحة الثقيلة على طريق الواحات، اقتصت القوات المسلحة ووزارة الداخلية لدماء الشهداء وقتلت كافة العناصر الإرهابية المشاركة في هذا العمل الإرهابي. الضربات القوية والناجحة للأجهزة الأمنية تؤكد تصميم مصر على خوض المعركة حتى نهاية ضد الإرهاب وداعميه، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على زيارة النقيب محمد الحايس عقب النجاح في تحريره من قبضة الإرهابيين. مصر لا تنسى أبنائها. بتلك الكلمات لخص الرئيس عبد الفتاح السيسي العقيدة القتالية للقوات المسلحة والشرطة في الثأر لدماء شهداء الوطن وإن طال الزمن. فلم تمر سوى أيام معدودة على حادث الواحات الإرهابية حتى اقتصت الدولة لدماء أبنائها التي سالت فداء للوطن وللحفاظ على ترابه في وجه قوى الشر والتطرف ودعمه، حيث دك نسور الجو المنطقة الصحراوية غربي الفيوم فوق رؤوس الإرهابيين الذين نفذوا عملية الواحات الغادرة بحق رجال الشرطة. ولم يغمض رجال القوات المسلحة والشرطة جفن حتى قضوا على كافة العناصر الإرهابية المشاركة في تلك العملية الجبانة، بل واستطاعوا في عملية نوعية تدرس في كتب العسكرية العالمية، تحرير النقيب محمد الحيس من أيدي الإرهابيين الذين اختطفوه حينما هاجموا بكل أنواع الأسلحة الثقيلة رجال الشرطة في صحراء الواحات في 20 من الشهر الماضي، والعودة بالنقيب الحيس سالما إلى إحدى المستشفيات العسكرية ليعالج مما أصابه من أذى على أيدي من لا يعرفون دينا أو وطن. وعقب الثأر ذهب الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مستشفى الجلاء العسكرية يشد على يد البطل الحايس ويؤكد وقوف الشعب خلف قوات المسلحة وشرطة الوطنية في حربها العادلة ضد الإرهاب حتى اكتساس جذوره مهما يكن الثمن، مرسلا رسالة تقدير وعزاز لرجال الشرطة والجيش وتضحياتهم في سبيل الوطن التي تسجل بحروف من نور
في تاريخ مصر. أشاد حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي بالعمليات العسكرية الأخيرة للقوات المسلحة المصرية وثارها لشهداء الشرطة في حادث الواحات. وأكد القاسمي خلال كلمته أمام معرض الشارقة الدولي للكتاب، أكد أن مصر هي الحصن الحصين وصمام الأمان لما تنشده الشعوب العربية. هي 4 غارات جوية استهدفت معملا لتصنيع الذخيرة في منطقة حسياء الصناعية بريف حمص وسط سوريا. من جهته أعلن التلفزيون الرسمي السوري أن المضادات الأرضية السورية قامت بالرد على هذه الغارات الإسرائيلية. أعلنت موسكو أنها تأمل أن تحضر كل فصائل المعارضة السورية بما في ذلك الهيئة العليا للمفاوضات والجيش السوري الحر مؤتمر سوريا للحوار الوطني الذي تعتزم روسيا استضافته في 18 نوفمبر الجاري. وقال رئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يمكن لبلد واحد حل الأزمة السورية. وخلال كلمة له بعد القمة الثلاثية مع إيران وأذربيجان في طهران، قال أن الوضع في سوريا يتطور بشكل إيجابي بما في ذلك عملية محادثات السلام. اجتمع رئيس الأركان للجيش الوطني الليبي والحاكم العسكري لدرنا بن جواد الفريق عبد الرازق الناظوري مع مشايخ وحكماء قبيلة زوية وقبيلة التو بحضور مسؤولي مدينة الكفرة الليبية الواقعة في الجنوب الشرقي لليبيا بهدف إتمام مفاوضات الصلح بين القبيلتين بعد صراع وخلافات دامت ل5 سنوات وأسفرت عن وقوع ضحايا من الطرفين. أنا سعيد جدا أن نلتقي بكم في هذا اليوم، وانتوا على قلب وطني واحد، قلب ليبي واحد، وكان هدفكم هو المصالحة الوطنية، وانتوا لجنة بدون تكليف لا من دولة ولا من قبائلكم إلا بواعز وطني خالص، وهذا الواحد يكبر فيكم هذا الموقف الوطني. ونحن نبارك هذا الاجتماع المبارك، وسندعم كل ما هو يحث على المصالحة، سنقف ضد من يعمل على عرقلة هذه المصالحة، ونشد على يديكم، سنسعى مع الحكومة، وننقلكم تحيات القائد العام للقوات المسلحة. أعلن خفر السواحل الإيطالية العثور على جثث 7 مهاجرين على متن قوارب قبالة السواحل الليبية، وذلك في إطار عدة عمليات إغاثة أتاحت إنقاذ 900 آخرين. هذا وكان المهاجرون قد حاولوا عبور البحر المتوسط انطلاقا من ليبيا على متن قوارب مطاطية متجهين إلى إيطاليا. وتراجعت أعداد المهاجرين القادمين إلى إيطاليا من ليبيا بنسبة 70% في الفترة بين يوليو إلى نوفمبر 2016 والفترة نفسها من العام الحالي. قبل 100 عام من اليوم بعث وزير الخارجية البريطاني آنذاك أرثر بلوف رسالة إلى ممثل الحركة الصهيونية في بريطانيا ليونيل والتر روتشيلد. الرسالة تضمنت ما بات يعرف بوعد بلفور الذي تعهدت فيه بريطانيا بإنشاء دولة قومية لليهود في فلسطين ليبدأ صراع عربي إسرائيلي مفتوح جرة قلم. 100 عام مرت على جرح لم يلتئم بعد، وعد منح بغير حق، وأرض سلبت دون إرادة، ليبقى هذا الحدث صفحة سوداء في تاريخ الإنسانية الحديث. في 2 نوفمبر عام 1917 وبجرة قلم أعطى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك آرثر بلفور اليهود الحق في إقامة دولة لهم على الأراضي العربية الفلسطينية، قرار كان كفيلا أن يؤسس لصراع عربي إسرائيلي مفتوح يشعل المنطقة بأكملها. ومنذ ذلك الحين مارست إسرائيل كل جرائم المحتل الغاصب بحق الشعب الفلسطيني، بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، واعتقال الأطفال والشباب حتى النساء والشيوخ، ناهيك عن تدنيس المقدسات الدينية، ممارسات اعتادها المحتل الإسرائيلي على مدار تاريخ أسود من الاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين. وفي 23 نوفمبر عام 1947 أقرت الأمم المتحدة خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية، وضع القدس تحت السيطرة الدولية. تلك الخطة التي وافق زعماء الحركة الصهيونية عليها بينما رفضها القادة العرب، ما أدى إلى نشوب الحرب بين العرب واليهود، انتهت بسيطرة اليهود على جزء كبير من الأراضي العربية الفلسطينية،
وبينما العرب في انتظار اعتذار من بريطانيا عن وعد بلفور، تخرج بريطانيا لتستفز مشاعر الجميع بإعلانها نيتها الاحتفال بالذكرى المئوية لذلك الوعد المشؤوم. ندعو بريطانيا وفي الذكرى المئوية لهذا الوعد المشؤوم، هذه الصفقة المشؤومة، أن تستخلص العبر والدروس وأن تتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية والمادية والمعنوية لنتائج هذا الوعد، بما في ذلك الاعتذار من الشعب الفلسطيني. تقيم رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي احتفالية للذكرى المئوية لصدور وعد بلفور، دعت فيه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين المئوية الأولى لوعد بلفور، وما ترتب عليه من ضياع لحقوق الشعب الفلسطيني سيظل أسوأ وعد قدمته بريطانيا، لأنها بكل بساطة أعطت ما لا تملك لمن لا يستحق ولا يملك. يمثل قادة الانفصال في إقليم كتالونيا أمام القضاء في مدريد للرد على اتهامات بالتمرد وبث الفتنة، ومن جانبه قال رئيس الإقليم المقال كارلس بوغدامون إنه سيتجاهل أمر المحكمة للمثول أمامها للرد على هذه الاتهامات، وسيدلي 15 شخصا بشهاداتهم، وسيقرر القضاء في الجلسة الأولى ما إن كان سيتم البدء في تحقيق شامل معهم. ارتفع عدد قتلى الهجوم الذي وقع في ولاية كولورادو الأمريكية إلى 3 أشخاص، وقالت الشرطة إن الهجوم استهدف أحد متاجر وولمارت بمدينة ثورنتون بالولاية، بينما لم تعلن بعد عن أي معلومات عن ملابسات الواقعة أو المسؤول عن إطلاق النار. حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مكان أوزبكستاني ثاني مطلوب للاستجواب في هجوم منهاتن، وأصدر مكتب FBI مذكرة بطلب استجواب محمد زهير قادريوف وهو من أوزبكستان وعمره 32 عاما. من جهته قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس إرسال المتهم في حادث الدهس بمدينة منهاتن إلى السجن العسكري بخليج غوانتانامو بكوبا، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة، ووصف ترامب الاعتداء بالحادث المروع مشددا على ضرورة تعديل سياسة الهجرة وبخاصة إنهاء برنامج اليانصيب على الإقامات الدائمة في الولايات المتحدة. طالبت عدة دول إسلامية تقودها السعودية الأمم المتحدة بالتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار إزاء أقلية روهينجا المسلمة، ويشدد مشروع القرار غير الملزم الذي رفع إلى لجنة حقوق الإنسان يشدد على القلق الشديد للدول الأعضاء إزاء عنف السلطات في ميانمار في حق روهينجا، ومن المتوقع أن يخضع النص للتصويت من قبل اللجنة في وسط نوفمبر الحالي على أن يناقش أمام الجمعية العامة بعد شهر. ويذكر أن أكثر من 600,000 من الروهينجا فروا من ميانمار بسبب العمليات العسكرية التي نفذها الجيش ضد هذه الأقلية. وصلت زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي إلى صباح اليوم إلى ولاية راخين في زيارة مفاجئة إلى المنطقة الواقعة في غرب البلاد والتي فر منها أكثر من 600,000 مسلم من الروهينجا منذ أغسطس الماضي هربا من حملة عسكرية شنها الجيش ضد هذه الأقلية المسلمة. شاهدنا هذه النشرة متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد فاصل قصير. الشعب العامة للمخابز تعلن تأييدها لحملة علشان تبنيها وتوقع على استمارة الحملة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا لهذه النشرة. وقع أعضاء شعبة المخبز باتحاد الغرف التجارية على استمارة حملة علشان تبنيها التي تطلب ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية أخرى. حضر التوقيع رئيس شعبة المخبز عبد الله غراب وعدد من ممثلي وزارة التموين وتكالة الداخلية. منظومة الخبز حدث واحد أو بس حاجة واحدة في عهد عبد الفتاح السيسي
منظومة الخبز النهاردة اللي الدنيا النهاردة كلها بتتكلم عنها. كل مواطن خد حقه، كل صاحب مخبز الأرض شغال بمشيئة الله تعالى وبفضل الله ومستقر بعد الطوابير، والناس اللي كانت بتموت في الطوابير وبعد المشاكل وبعد وبعد، خلاص وضعنا الأنظمة ووضعنا الآليات ووضعنا الأساليب اللي من خلالها نقدر النهاردة كل مواطن بيعرف، كل 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 واحد فينا وضعنا لكل ذي حق حق. طبعا أنا كصاحب مخبز ليا مخبز، ولكن عندي 7 عمال زائد المواطنين وزائد المنطقة اللي أنا ساكن فيها. فإذا كان واحد بيقول إن أنا هجمع 1,000,000 وواحد يقول عشرين، كل واحد ومجهوده. أما إحنا خلف القيادة بتاعتنا الحكيمة وخلف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا مش هنقول هنجمع كام، أهم شيء الفعل. لم أنضم بمفردي ولا لوحدي، بل بينضم لهذه الحملة 30,000 صاحب مخبز على مستوى الجمهورية، بدءا من أسوان نهاية إلى مطروح، في كل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية. لنا أبطال ورجال أصحاب المخابز اللي هم معانا النهاردة بنقدم رغيف الخبز. في كل موقع من مواقع المسؤولية نجد برضو مشاركين بمشيئة الله تعالى. احنا النهاردة اشتركنا في هذه الحملة وبنستهدف 1,000,000 توقيع بمشيئة الله تعالى دعم للرئيس السيسي لما لمسناه من مسيرة الأمن والأمان، وأن وضع مصر في مصاف الأمم. ولازالت الحملة مستمرة على مستوى محافظات الجمهورية في جمع التوقيعات، وأعتقد أن الأرقام بتتضاعف لسبب، لأنه هذه الحملة وما شاهدناه، احنا نزلنا على الأرض، أنا بمثل منسق عام محافظة الشرقية، نزلنا على الأرض، حجم الحراك المجتمعي اللي احنا شفناه على الأرض في القرى والنجوع والمرأة والشباب مختلف جدا. الناس بدأت تتكلم، بدأت تتصل بينا وتقول لنا طب احنا عايزين استمرار، طب احنا عايزين تقولنا، عايزين نتكلم معاهم. فأنا شايف أن حجم الحراك الشعبي، حجم الطلب على المشاركة السياسية، بيؤدي إلى أنه أو بيدينا مؤشر أن هذا المجتمع نابض وخلف قيادته السياسية، وإن شاء الله يكون في رقم نفخر به جميعا أنه بيطالب السيد الرئيس بإعلان ترشحه لفترة رئاسية قادمة إن شاء الله. تواصل سلطات مطار القاهرة الدولي استعداداتها لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في منتدى شباب العالم الذي ينطلق بعد غد ويستمر على مدار 6 أيام. وطلب شريف فتحي وزير الطيران المدني بتوفير كل الدعم اللازم داخل مطاري القاهرة وشرم الشيخ لضيوف المؤتمر، كما وجه بالتنسيق الكامل بين الشركات التابعة للوزارة لإنجاح المؤتمر. ليلها الساهر الممتد يعد دائما فرصة رائعة للاستمتاع والترفيه من خلال الأماكن السياحية الجاذبة التي تقدمها مدينة السلام شرم الشيخ من خلال الساحات المفتوحة التي توفر عددا من وسائل المتعة والترفيه المميزة لجميع الزائرين من مختلف أنحاء العالم. المطاعم العالمية اللي احنا بنرفع فيها مستوى شرم الشيخ، العروض الفنية كل يوم، زائد الحفلات المميزة اللي سوهو سكوير عملها. شرم الشيخ منطقة جذب سياحي عالمية، والمؤتمرات اللي بيحصل ومؤتمر الشباب اللي هو تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بينقل شرم الشيخ لحتة تانية خالص. احنا عايزين نخلي شرم الشيخ زي هي مدينة سياحية عالمية، مدينة جذب للمؤتمرات العالمية، لان فيها كل الفنادق اللي هي تستوعب، فيها القاعات،
مواصلات سهلة جدا، الحركة سهلة جدا، فيها مناطق الترفيه اللي وبعد ما بيخلص المؤتمر بتاعه عنده منطقة زي سوهو ممكن يجي ويستمتع فيها بالعروض وبكل حاجة جميلة فيها. الجولة الاقتصادية مشاهدينا بعد قليل. استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها على صعود شبه جماعي في أول 15 دقيقة من التعاملات. ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 الرئيسي بنسبة 2%، وزاد مؤشر إي جي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 86%. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 62%. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر البورصة المصرية إبراهيم عزت مراسل أونلايف. إبراهيم أهلا بك. يعني مؤشرات السوق تستهل الجلسة على ارتفاع جماعي في أول ربع ساعة، ما هي قراءاتكم لأداء السوق حتى هذه اللحظة وما هي أنشط القطاعات خلال تداولات الجلسة؟ صباح الخير شيماء. بحلول جلسة نهاية الأسبوع في البورصة المصرية وفي مستهل تعاملات اليوم الصباحية بالتأكيد صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية واستقرار لجميع المؤشرات في المنطقة الخضراء. إذا تحدثنا بالأرقام بداية بالمؤشر الرئيس إي جي إكس 30 الذي صعد بنسبة 16% في المئة مسجلا في هذه الأثناء 14300 نقطة، وهذه النقطة بالتحديد بتقدر عدد الارتفاعات ب 23 نقطة. أما المؤشرات الفرعية بداية من المؤشر الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة المؤشر السبعيني ارتفع أيضا وظل بالمنطقة الخضراء مسجلا في هذه الأثناء نسبة الارتفاع 78% في المئة مسجلا في هذه الأثناء 787 نقطة. هذا الارتفاع أيضا بيقدر بست نقاط من بداية جلسة تداول اليوم. أما المؤشر الأوسع نطاقا المؤشر إي جي إكس 100 الذي أيضا بقي في المنطقة الخضراء يعني ارتفع بنسبة 56% في المئة مسجلا في هذه الأثناء 1774 نقطة، والارتفاع بيقدر بعشر نقاط من بداية جلسة التداول. إذا انتقلنا بالحديث بالسيولة في هذه الأثناء داخل مقصورة البورصة المصرية فهي تجاوزت 50 مليون جنيه، وبإجمالي عدد عمليات 1534 عملية. أخيرا عدد الأسهم الذي يتم عليها التداول في البورصة المصرية، عدد الإجمالي هذه الأسهم 73 سهما، 29 سهما شهد ارتفاعا و 12 سهما شهد انخفاضا، أما 32 سهما حافظ على قيمتهما من بداية جلسة التداول ولم تتغير على مدار اليوم. وربما يعني في جلسة منتصف اليوم كما تعلمي أن هذه المؤشرات في مستهل التعاملات نتيجة للأرباح التي ربحتها البورصة المصرية مساء في جلسة إغلاق الأمس، ونحن مستمرون معكم في الخدمات الإخبارية المختلفة في من داخل البورصة المصرية. أعود إليك مرة أخرى زميلتي شيماء. نعم، إذن من مقر البورصة المصرية كان معنا إبراهيم عزت مراسل أونلايف، شكرا لك. مشاهدينا ميعاد الجولة الرياضية ولكن بعد قليل. وصلت مساء أمس بعثة الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر إلى كازابلانكا استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في لقاء الإياب لنهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته السبت المقبل. وكان في استقبال البعثة أشرف إبراهيم السفير المصري بالمغرب بصحبة مجموعة من السفارة بالمطار وسط تأمين كبير من الشرطة المغربية للبعثة. وتواجد في المطار حشد إعلامي كبير من المغرب لإدراكهم أن هناك فرصة تاريخية فريق الوداد للفوز باللقب الغائب منذ عام 1992. ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأول بالمغرب اليوم على أحد ملاعب التدريب من أجل الاستعداد الجيد للمباراة التي يعول عليها الجهاز الفني كثيرا لاستعادة لقب البطولة مجددا والتأهل لكأس العالم للأندية.
قرر التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي السفر من تونس إلى المغرب لمؤازرة الفريق في مباراته المصرية أمام الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأطار علي معلول إلى تونس لعرض حالته على طبيب المنتخب التونسي وتأكد من إصابته التي تعرض لها في لقاء الوداد السبت الماضي. وفي حال تأكد عدم لحقه بمباراة تونس في تصفيات المونديال أمام المنتخب الليبي سيطير إلى المغرب لمؤازرة الفريق في النهائي وحضور التتويج حال فوز الأحمر باللقب. فقد قرر الوداد المغربي لاعبا آخر خلال مواجهة الأهلي السبت المقبل بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، حيث تأكد رسميا غياب لاعب الوسط أنس الأصباحي بسبب الإصابة التي يشكو منها في الفخذ والتي تعرض لها خلال المباراة التي خاضها الفريق البيضاوي أمام وداد تمارا الاثنين الماضي، وهي نفس الإصابة التي أبعدته في السابق، لكنه عاد في مباراة الذهاب أمام الأهلي وكان على مقاعد الاحتياط، وغاب الأصباحي عن التدريبات منذ المباراة الودية. أسفرت قرعة الدور الاثنين وثلاثين لبطولة كأس مصر لكرة القدم عن مواجهة الأهلي مع تليفونات بني سويف والزمالك مع المنيا، وكانت قرعة هذا الدور قد تم إجراؤها في اتحاد الكرة. وأسفرت القرعة عن مواجهات أخرى أهمها النصر مع الداخلية والأسيوطي مع الرجاء والاتحاد السكندري مع ألعاب دمنهور وسموحة مع الأولمبي الإسماعيلي مع شرقية. ومن المقرر أن تقام مباريات هذا الدور خلال الفترة من 6 وحتى 10 من نوفمبر الجاري، على أن يتحمل اتحاد الكرة مصاريف الملاعب التي سيتم اختيارها ومصاريف الحكام. إذن مشاهدينا ميعاد النشرة الجوية وتوقعات درجات الحرارة اليوم مع الزميلة نيرفانا العبد. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة جوية جديدة. طقس معتدل نهارا على معظم الأنحاء، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة في شمال البلاد. وننتقل إلى سرعة الرياح، ففي السواحل الشمالية الشرقية تصل سرعة الرياح إلى 12 عقدة في الساعة، وتتوسط الرطوبة بين 55 للصغرى و90 للكبرى. وفي الوجه البحري والقاهرة تصل سرعة الرياح إلى 10 عقدة في الساعة، وتتوسط الرطوبة بين 45 للصغرى و90 للكبرى. وفي شمال الصعيد تصل سرعة الرياح إلى 13 عقدة في الساعة، ومتوسط الرطوبة بين 25 للصغرى و80 للكبرى. وننتقل مشاهدينا إلى أحوال الطقس في محافظات مصر، ونبدأها بالقاهرة حيث تسجل الكبرى 27 والصغرى 17 والجو صافي نهارا وليلا. وفي الإسكندرية تسجل الكبرى 25 والصغرى 17 والأجواء صافية نهارا وليلا. وفي بورسعيد تسجل الكبرى 23 والصغرى 19 والجو صافي نهارا وغائم جزئيا ليلا. أما في أسيوط تسجل الكبرى 28 والصغرى 15 والأجواء صافية طوال الوقت. وفي المنيا تسجل الكبرى 28 والصغرى 15 والجو صافي نهارا وليلا. وفي شرم الشيخ تسجل الكبرى 28 والصغرى 20 والأجواء صافية نهارا وليلا. وفي أسوان تسجل الكبرى 32 والصغرى 17 والجو صافي طوال اليوم. وفي الأقصر تسجل الكبرى 30 والصغرى 16 والأجواء صافية نهارا وليلا. وفي حلايب وشلاتين تسجل الكبرى 30 والصغرى 20. وننتقل إلى أحوال الطقس في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ونستعرض معا بيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية، ونبدأها بطرابلس حيث تسجل الكبرى 25 والصغرى 15. أما في دمشق تسجل الكبرى 22 والصغرى 9. أما في الرياض فتسجل الكبرى 33 والصغرى 18. وفي أبوظبي تسجل الكبرى 33 والصغرى 26. أما في الجزائر تسجل الكبرى 26 والصغرى 15. وأخيرا في القدس تسجل الكبرى 20 والصغرى 10. والآن مشاهدينا انتهت نشرتنا، وفي أمان الله.
إذن بالنشرة الجوية نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه النشرة التي لم يتبقى فيها سوى تذكرة بأهم عناوينها. القوات المسلحة تعرض لقطات جديدة للقضاء على العناصر الإرهابية المدبرة لحادث الواحات. كردستان تعرض انتشارا كرديا عراقيا عند معبر فيشخابور مع وجود مراقبين من التحالف. روسيا تجدد دعوتها لجميع الفصائل السورية المعارضة للمشاركة في المؤتمر السوري الذي تستضيفه مدينة سوتشي. نتناشى مشاهدينا، إلى اللقاء.